وبشأن أوضاع السجون في العراق ومعاناة المعتقلين، ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان ضياء الشمري. سيد ضياء، مرحبا بكم. يعني لنبدأ من تصريح لمفوضية حقوق الإنسان في نينوى، قالت بأنها تلقت شكاوى بوفاة 240 معتقلا جراء التعذيب. من يتحمل مسؤولية ذلك سيد ضياء؟ بداية تحياتي للجميع. حقيقة من يتحمل كل ما حدث، وهذا العدد أنا أتوقع عدد يعني قليل بالنسبة للجرائم المرتكبة خاصة في الموصل، اللي يتحمل المسؤولية هي الحكومة العراقية. الحكومة العراقية ليس لها علاقة بما يحدث في السجون العراقية، أو بالحقيقة هي عملية مباركة من قبل التعذيب والخطف العراقيين وتعذيب العراقيين في السجون العراقية، والحكومة العراقية ترى هذا بعينها، ولربما هي مشاركة في التعذيب العراقيين من خلال الأجهزة الأمنية أو أجهزة الشرطة الموجودة عندها أو الميليشيات اللي هي معترف بها أنه ميليشيات، الميليشيات الموجودة هي معترف بها من قبل الحكومة العراقية. هذه كلها تصب بتعذيب العراقيين، تعذيب العراقيين في السجون العراقية، وتعذيب الناس الذين يأتون إلى السجون لزيارتهم، لأنه الانتهاكات التي تحدث لزوار السجون، لزوار أقاربهم في السجون، في البداية من التنكيل والشتم وشتائم الطائفية، هذه موجودة في العراق في حالة إن كان وصولهم للعثور على ابنهم أو أقاربهم أو زوج الامرأة. هذا هم موجود في السجون العراقية. السجون العراقية معترف فيها في العالم إنه سجون لا يمكن وصفها إلا بسجون انتقامية من المساجين الموجودين في هذه السجون. الحكومة العراقية لها علم ودراية، ولربما هي المشاركة الرئيسية في تعذيب العراقيين وخطف العراقيين. طيب سيد ضياء، ولكن ربما هناك من يتساءل، أين القضاء الذي يعني أكيد من واجباته مراقبة السجون والتفتيش عليها؟ القضاء العراقي المفروض هي سجون تابعة إلى وزارة العدل في كل العالم، ولكن في العراق أعتقد الأمر يختلف، لأنه لا تتبع إلى وزارة العدل ولا. والقضاء العراقي أخي في التقرير أنه ذكر القضاء العراقي قضاء غير عادل، وهذا معترف به دوليا. القضاء العراقي مرتشي، القضاء العراقي انتقامي، القضاء العراقي مسير من قبل الميليشيات، القضاء العراقي ليس له استقلالية باتخاذ القرار الصائب في حق الشخص الذي ارتكب الجريمة أو لم يرتكب الجريمة. إذن القضاء هو جزء مشارك بعملية الانتهاكات لحقوق الإنسان في السجون العراقية، أو حتى في الانتهاكات في حالة إلقاء القبض على شخص، أو انتهاكاتهم في كل الأحداث التي تحدث في العراق، إذا كانت اعتصامات وإذا كانت مظاهرات، هذا يحدث في العراق. طيب سيد ضياء، التعذيب والاعتقالات غالبا ما يسبقها إخفاء قسري للمعتقلين، كيف تقيم جريمة الإخفاء القسري في العراق؟ الجريمة القسري، الاختفاء القسري وعدم معرفة أهالين الشخص الذي اختطف أو الذي اعتقل في نقاط التفتيش أو حتى في البيت أو في الشارع ويختفي هذا الشخص، هذا الشخص لعدة أسباب هي موجودة، وعدة أسباب فيها تحاليل، منها تحاليل ابتزازية، منها تحاليل مقايضة على إخراجه على مكان وجوده، وهذه تستمر العملية لابتزاز عوائل المواطنين من هذه من عملية الإخفاء القسري. الإخفاء القسري عملية مبرمجة لإفقار وإهانة الشعب العراقي بالوقت الحاضر. أنا بالوقت الحاضر أنا عندي مؤتمر موجود في القاهرة، وسأحضر في القاهرة وأتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق في هذا المؤتمر. هذا المؤتمر للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وبإشراف الأمم المتحدة، وسأتحدث ماذا يحدث في السجون العراقية، لأن الوقت هنا عندنا قصير التحدث معاكم، لكن هناك راح يكون الوقت كافي. طيب، وأعرض لهم أفلام بما يحدث في السجون العراقية والتقارير الرسمية من عوائل المختطفين ومن عوائل المعتقلين، كيف يشرحون لنا ما يحدث
مقابلة السجين وما يتكلم السجين عن الحالة التي يعانيها وكيف يعذب السجين في السجون العراقية. سيد ضياء، سنتابع معك هذا الأمر إن شاء الله، ولكن منظمة هيومان رايتس ووتش تقول إن القضاء يعتمد على اعترافات انتزعت بالقوة كأدلة للإدانة، لكن هنا إلى أي مدى يمكن أن تتخذ هذه الاعترافات كدليل إدانة للمتهمين؟ بعض المتهمين العراقيين اللي أخذوا الاعترافات من عندهم بالقوة وحتى يوصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، لأنه حتى يخلص نفسه من مشكلة التعذيب، لأن التعذيب يا أخي ليست بالتعذيب العادي اللي إحنا نفاهميه إنه يجي غربة ومعرف إيش. أكو أساليب كثيرة للتعذيب حتى ينتزع من عدة المعلومات، ليست بقلع الأظافر. ذول مبتكرين أشياء أخرى، حبل الدريل وما دريل، ولا آخر من عمليات الانتقام. عمليات الانتقام موجودة، القاضي الموجود هو الذي يحكم، هو مرتشي يا أخي، هذا مو قاضي ولا خرج حقوق ولا عنده ذرة من الإنسانية حتى يحكم بعدل. هذا القاضي هو مسير. أنا لا أتهم كل القضاة العراقيين، لربما بعضهم شرفاء، بس الشريف ما يشتغل في هذه القضية. سيد ضياء، هل تعتقد أن موضوع نظام العدالة الجنائية في العراق يحتوي على ثغرات كما قالت منظمة هيومان رايتس ووتش؟ يحتوي على خبرات؟ أي خبرات يعني؟ يحتوي على ثغرات. القانون العراقي لا يحتوي على ثغرات. إذا كنا ندرس القانون العراقي كقانون كدستور موجود، ما في أي ثغرات، ولكن الثغرة الرئيسية هو الشخص والحكومة كيف تتسلط على أرقاب المواطنين وتحرف القرارات المعترف بها دوليا، وانتزاع المعلومة بالقوة، وتعتبر هذا الانتزاع هو انتزاع رسمي ويحكم على أساسها الشخص بالاعتراف بالجريمة مالته وهو غير فاعل هذه الجريمة، لأن لا عندهم إثبات واحد. لو كان عندهم إثبات واحد وأدلة واحدة على إقامة بهذه الجريمة، نقول لا بأس. يعني إحنا مو ضد الذي يرتكب جريمة لا يحاسب، إحنا نطالب بمحاسبة، ولكن هذا إنسان من حقه أيضا الإنسانية مالته، حتى ولو كان معتقل، حتى ولو كان مسجن، حتى ولو كان مرتكب الجريمة، إنه حقوقك حقوق إنسان. حتى ينفذ به القرار المحكمة لازم كل حقوقه الإنسانية يتكون في حوزته. أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري، شكرا جزيلا لكم.